الفصل السادس، أكلة اللحوم والنباتيون. نحن لسنا تماما ما نأكله. يقول المؤلف: في الثقافة الغربية لا يميل آكلو اللحوم إلى أن يكون لديهم أسباب أو فلسفات وراء اختياراتهم الغذائية. إنهم ببساطة يستمتعون بطعم الحيوانات النافقة، مخبوزة، مقلية، مشوية، محمرة، مشوية مرة أخرى ومدخنة. بالنسبة للبعض، أكل اللحوم هو كل ما عرفوه، ولا يمكنهم تخيل الحياة بأي طريقة أخرى. من ناحية أخرى، يقدم النباتيون، وخاصة أولئك الذين تحولوا كل أنواع الأسباب لتفضيلاتهم الغذائية، الأكثر شيوعا من بينها تحسين الصحة وحماية البيئة. بالنسبة للآخرين، إنها رجس مقيت أن تقوم بتربية وقتل وأكل كائنات حية، أو كحد أدنى الحاجة إلى تجنب تناول أشكال الحياة التي يمكن أن تعاني من الألم. حتى الديدان سوف تتلوى ردا على وغزها بشكل مزعج، في حين أن معظمهم صامتون بشأن هذه المسألة. هناك دائما إنجيلي نباتي يحاول إغراء آكلي اللحوم لتركها. إن نظراءهم آكلي اللحوم نادرون، لكن لا يمكن إنكار الصورة النمطية الثقافية للرجل الرجولي الذي يأكل اللحوم. ما يتبادر إلى الذهن هو حملة إعلانية من قبل مجلس صناعة اللحوم، يظهر فيها الممثل جيمس غارنر في أحذية رعاة البقر، مصحوبة بشعار معبر بصوت عميق: اقتباس، لحم بقري غذاء حقيقي لأناس حقيقيين. نهاية الاقتباس. في واحد من عدة إعلانات تلفزيونية، يرفض رفضا قاطعا الخضار على شيش كبوب، ويشتكي من أنها تسقط دائما على الشواية، بينما يظل اللحم ثابتا على السيخ. في المرة التالية فقط تجاوز الخضار. عانى جيمس غارنر لاحقا من سكتة دماغية، وتوفي في النهاية بمرض القلب التاجي في سن 86. إذا لم يستطع جيمس غارنر العودة إلى الحظيرة أكلة اللحوم، فربما يستطيع يشوع ذلك. هل تريد تحظى الادعاءات المتعددة بأن يشوع كان نباتيا؟ ما عليك سوى قراءة كتاب ماذا سيأكل يشوع حقا. الأدلة التوراتية لأكل اللحوم الذي تمت مراجعته بالطبع في مجلة بيف الهامش 116. أكبر أنواع الحيوانات على وجه الأرض ما زالت على قيد الحياة اليوم. الحوت الأزرق، وهو حيوان ثديي آكل للحوم، يأكل بشكل أساسي على قشريات بحجم السنتيمتر تسمى الكريل، يأكل طنا منها في اليوم. أكبر الحيوانات البرية اليوم هي أيضا ثدييات، وتشمل الفيل وفرس النهر ووحيد القرن والزرافة وجاموس الماء والبيسن، كلها من الحيوانات العاشبة. الدببة القطبية مدرجة في القائمة أيضا، لكنها بالطبع حيوانات آكلة للحوم. الدببة الرمادية هي حيوانات آكلة للحوم، انتهازية وستأكل أي شيء تريده، بما في ذلك البشر. حيوانات العالم عبارة عن مزيج من الحيوانات آكلة اللحوم carnivores، والحيوانات آكلة اللحوم مع العواشب omnivores، والحيوانات العاشبة herbivores، مع استبدالها بالكلمات لحمي ميتاريان و vegetarian أي عشبي عند الإشارة إلى الحيوانات البشرية. وذلك لأن الحيوانات آكلة اللحوم تأكل فقط الحيوانات الميتة أو الحية، والحيوانات العاشبة تأكل فقط النباتات الحية أو الميتة. وفي الوقت نفسه يأكل البشر اللحميون عادة أشياء أخرى غير اللحوم، مثل منتجات الألبان كما يفعل النباتيون. يوجد في الهند أكبر نسبة وإجمالي عدد السكان من النباتيين في العالم، الهامش 117، بحوالي 40%، ويرجع ذلك أساسا إلى التقاليد الدينية الهندوسية التي تشمل قدسية الأبقار.
حوالي 10% نباتيون في المملكة المتحدة، وفي الولايات المتحدة 5%. استنادا إلى النمو السريع لبدائل اللحوم النباتية في الولايات المتحدة وظهور الخيارات النباتية الأصيلة في قوائم المطاعم، قد تعتقد أن الرقم في الولايات المتحدة سيكون أعلى. ظل هذا الرقم 5% منخفضا ومستقرا لأكثر من عقد من الزمن. حتى الأرجنتين نباتية بنسبة 12%، وهم مشهورون بتناول جميع شرائح اللحم طوال الوقت. إذا كنت تستهلك الخضروات ولكنك تزيل كل الجبن والبيض من نظامك الغذائي وكذلك الحليب والعسل فأنت نباتي. في الولايات المتحدة يشكلون حوالي 3% من السكان الهامش 118، بزيادة كبيرة عن أقل من 1% قبل بضعة عقود، لكنهم ما زالوا يحومون في خانة الأحاد المنخفضة. أضف إلى ذلك عدد النباتيين وستجد أن 8% من سكان الولايات المتحدة لا يأكلون اللحوم. معظم الناس على وجه الأرض مثل الدببة الرمادية يأكلون كل ما يتم تقديمه على العشاء. على مدار 50 عاما الماضية تضاعف عدد سكان العالم، ومع ذلك فقد تضاعف استهلاك اللحوم 3 مرات، الهامش 119، وهو ما يتتبع عن كثب ارتفاع الثروة بين الدول التي لم يكن لديها سابقا إمكانية الوصول إلى هذا البروتين الباهظ الثمن. على الرغم من النداءات المنتشرة من النباتيين، فإن أبناء الأرض يأكلون اللحوم أكثر من أي وقت مضى. ربما كان الذئب أكثر الحيوانات آكلة اللحوم شهرة. ظهر الذئب الكبير السيء في القصص الخيالية الخنازير الثلاث الصغار The Three Little Pigs وذات القبعة الحمراء Little Red Riding Hood، وكذلك في الحكاية الروسية بيتر والذئب Peter and the Wolf. عندما يريد الذئب أكل اللحوم أن يأكل الخنازير أو يأكل الفتاة ذات القبعة الحمراء أو بيتر، أو في العالم الحقيقي عندما تسقط مجموعات الذئب اليائل المهيبة، فإنهم ليسوا ذئابا شريرة، إنهم مجرد ذئاب بطبيعتهم. إنهم يقتلون دون قلق على ألم ومعاناة فرائسهم. وينطبق الشيء نفسه على الأسماك، كل الأسماك. إجابة السؤال ماذا تأكل الأسماك في المحيط يتضمن أسماكا أخرى. بصرف النظر عن أصغر الأسماك التي تأكل العوالق، لا أحد منها من الحيوانات العاشبة. هذا هو ما يفسر التركيز المستمر والمنتظم للعناصر الثقيلة مثل الزئبق والملوثات الصناعية السامة الأخرى في أسماك المارلين وسمك أبو سيف التي تقع في الجزء العلوي من السلسلة الغذائية للأسماك. عند مشاهدة الأفلام الوثائقية عن الطبيعة، أنا بالتأكيد لست وحدي حيث أبتهج للحيوانات التي تأكل النباتات التي لا حول لها ولا قوة، والتي تطاردها الحيوانات آكلة اللحوم ذات الأسنان الحادة. ليس من السهل أن تكون نباتيا. نحن نكون سعداء لرؤية غزالي إمبالا يستدير بشكل حاد إلى الجانب بينما ينهار الفهد الأقل ذكاء بسرعة 75 ميلا في الساعة في محاولة فاشلة لتأمين العشاء. ومع ذلك يجب أن تأكل الفهود أيضا. على الرغم من الحالة الطبيعية لعلاقات المفترس والفريسة بين الحيوانات على الأرض، تظل الحجة أن الحيوانات واعية وأننا كبشر عقلانيين لدينا الذكاء والموارد اللازمة لتجنب أكلها، وبالتالي نحترم ثرواتها العصبية على أشكال الحياة الأخرى. هذا ادعاء قوي. حتى لو كانت جميع الحيوانات المذبوحة سعيدة طوال حياتها، يقول المؤلف، بغض النظر عما تأكله، إذا كنت مصدر الأطعمة محليا فإنك تقلل من أثر النقل، والذي قد يكون أفضل للبيئة من اتباع نظام غذائي نباتي بسيط لا يهتم بمكان حصاد النباتات. على الرغم من أن هذه النتيجة
تعتمد على العديد من العوامل التي تكون كفاءتها في حالة تغير مستمر. هل ينقل الطعام بالقارب أو القطار أو الشاحنة أو الطائرة؟ كم من الطعام فسد على طول الطريق؟ هل محركات الشاحنات كهربائية أم تعمل بالاحتراق الداخلي؟ كيف تولد شركة الكهرباء المحلية طاقتها؟ وكيف تكون منطقتك من العالم صالحة للزراعة؟ بصرف النظر عن هذه القضايا، فإن إنتاج اللحوم في الولايات المتحدة فعال بشكل مذهل. في جميع الولايات الخمسين على سبيل المثال، نستهلك 9 مليارات دجاج كل عام، معدل أعلى ب3 مرات من المتوسط العالمي. إذا قمت بالحسابات فستحصل على 1,000,000 دجاجة في الساعة، حيث تعيش كل دجاجة في أي مكان من 6 إلى 12 أسبوعا قبل الذبح. نعم، في كل ساعة من كل يوم تفقس الولايات المتحدة وتربي وتقتل وتوزع وتأكل 1,000,000 دجاجة. عند $0.02 للرطل في بعض منافذ البيع بالتجزئة، يشكل الدجاج بعضا من أرخص البروتينات التي يمكنك تناولها في السوق. نحن نتمتع بكفاءة عالية في تربية الماشية أيضا، على الرغم من أنها تأخذ مزيدا من الوقت من عام إلى عامين قبل أن يتم ذبحها. الهامش 120، كما أنها تشغل مساحة أكبر بكثير من الدجاج، ليس فقط جسديا ولكن في المزرعة. اعتمادا على التضاريس، سيتطلب بقرة واحدة تتغذى على الحشائش العديد من الأفدنة، الهامش 121، من الأرض للرعي. ألا تريدهم أن يرعوا؟ بدلا من ذلك احشرها في حظائر التسمين، حيث يصنعون تلالا من الروث وأنهارا من البول. أكبرها في الولايات المتحدة يعبئ 150,000 رأس من الماشية في 800 فدان، الهامش 122. عندما تكون جاهزة للذبح، فإن حيوانا واحدا يزن 1,200 رطل، سيوفر ما يقرب من 500 رطل، يعادل 226.796 كيلو من اللحوم، الهامش 123. تم تلجين الماشية بالكامل، لا توجد قطعان برية من هولشتاين تتجول في الريف، لا توجد عصابات برية من واجيو تتجول في التلال. اخترع البشر الماشية الحديثة وراثيا عن طريق التكاثر الانتقائي للأرخي الأوراسي المنقرض الآن، الشبيه بالثور. الهدف لتصميم آلة بيولوجية رائعة تحول العشب إلى شرائح لحم أو إلى حليب إذا كنت تفضل ذلك. لقد نشرت نسخة من هذه الجملة على تويتر، وكاد بعض الناس يفقدون عقولهم، أبرزها الموسيقي الأمريكي والناشط في مجال حقوق الحيوان موبي، وبخني في إحدى مشاركاته على إنستغرام. اقتباس: عندما يكسر أحد أبطالك قلبك، نيل دغراسي تايسون، حقا يمكنك أن تغرد ذلك وتلقي الضوء على المعاناة التي لا توصف والتي يعاني منها 100,000,000,000 من الحيوانات التي يقتلها البشر كل عام. بالنسبة للفيزياء الذكي نيل دغراسي تايسون، تبدو وكأنك مختل اجتماعي جاهل. نهاية الاقتباس. يقول المؤلف: مشاركة موبي الكاملة وإجابة الكاملة موجودة في مكان آخر، الهامش 124. كل ما يهم هنا هو أن بياني كان تعبيرا بسيطا عن الحقيقة، ولا يقدم أي رأي على الإطلاق. مع الصور المضافة دي آلة بيولوجية بين علامتي اقتباس، اعتقد بعض الناس أن تغريدتي كانت مؤيدة لذبح الحيوانات، بينما اعتقد البعض الآخر أنها نداء فظ لتحويل الجميع إلى نباتيين. المزيد من الأدلة نحملها مرشحات تحيز كيفية معالجتها للمعلومات المحايدة. منذ ذلك الحين اعتذر موبي عن أسلوبه، ولكن ما لا ينسى هنا هو كثافة نشاطه الراسخ. يعتبر إنتاج الأغذية الحيوانية مصدر فخر لخطوط التجميع في العالم الصناعي. هل تعيش في مكان آخر
يتم أخذ عينات من شجرة الحياة جيدا لتناول العشاء، وتشمل العديد من الوجبات كلا من الخيول والنعام والإيم والكنغر والكلب، بالإضافة إلى الزواحف والحشرات. دعونا لا ننسى القوارض. في تكساس أكلت مرة سنجابا مشويا، لا يزال بها بعض كريات الرصاص بسبب إطلاق النار عليها. اضطررت لسحب هذه من فمي الواحدة تلو الأخرى. بعد كل ذلك ليس هناك الكثير من اللحوم، بالطبع طعمه أي السنجاب مثل طعم الدجاج. يقول المؤلف: السمك لا يئن ولا يصرخ، كما أنها لا تنزف لترات من الدم عند قطعها. ربما لهذا السبب تسمع القليل عن محنتها في الطريق إلى طبق العشاء الخاص بك. عدد أنواع الحيوانات الفقارية واللافقارية التي نخرجها من المحيطات والبحيرات والأنهار ومزارع الأسماك لا يعرف حدودا. تجربتها هي بالتأكيد سريالية، تهتم بشؤونها الخاصة، وهي تسبح بحرية في حجم ثلاثي الأبعاد من الماء. مفهوم الطيران غير موجود، لأنها إذا أرادت الصعود من عمقها الحالي فإنها تسبح هناك فقط. هذا هو عالمها بالكامل، الوجود الوحيد الذي تعرفه. ثم فجأة ينزلق المرء من الأعلى وينجذب إلى عالم موازن. لا شيء مألوف، السماء، الغيوم، دفء الشمس يتساقط. كان سطح الماء هو حافة كونها المحيطي، أفقها الكوني. لم ترى عالمها من قبل من الخارج، فقط من الداخل. بعد لحظات تبدأ في الاختناق، وبعد أن تم رميها في كومة من الجليد المجروش تتجمد حتى الموت. تلك هي المحظوظة، تعاد تلك غير المحظوظة إلى المحيط، حيث تحاول جاهدة في إقناع أصدقائها الأسماك بما مروا به. مجرد قصة سمكة أخرى لاختطاف من قبل فضائيين. تتجلى كفاءة إنتاج اللحوم في الولايات المتحدة وحول العالم على حساب سعادة الحيوانات وكرامتها، عادة دون اعتبار لألمهم ومعاناتهم. موقف يمكن تتبعه بالكامل بالنظر إلى غرورنا والتأثير الواسع لهذه الآية في سفر التكوين، الفصل الأول، الآية 26، اقتباس: وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. نهاية الاقتباس. يقول المؤلف: مع استثناءات نادرة، الهامش 125، حيث أعاد شكل من أشكال اللاهوت النباتي صياغة كلمة سيادة على أنها وكالة، الهامش 126، وقد قدم هذا المقطع لآلاف السنين تفويضا إلهيا مطلقا للبشر للقيام بما يحلو لنا مع جميع الحيوانات الأخرى على الأرض، الأرض والبحر والجو. ولكن منذ سبعينيات القرن الماضي ولدت أخلاقيات معاملة الحيوانات حقلا فرعيا كاملا من الفلسفة الأكاديمية، الهامش 127، وأصبحت موضوع نشاط مستمر، الهامش 128. حتى لو لم تهتم بالبيئة يمكنك بسهولة تبرير عدم تناول اللحوم لهذه الأسباب وحدها. كما نقول في الرياضيات، هناك متغيرات قابلة للفصل في تلك الحجة. لنفترض أن جميع الحيوانات التي يستهلكها البشر قد تم ترتيبها ومعالجتها بطريقة إنسانية. افترض كذلك أنها عاشت حياة كاملة وذبحت دون ألم. قد يعيد ذلك بعض الناس من بلاد النباتيين، خاصة عندما تفكر في أن قتل الحيوانات وأكلها ليس مجالا فريدا للبشر. الفروع الكاملة للمملكة الحيوانية هي حيوانات آكلة للحوم بشكل خالص، فالأسود لا تشتاق لسلطات اللفت أثناء التهامها الحمر الوحشية، الثعابين لا تتغذى على التوت، البوم لا يقرب من البروكلي في حديقتك. إذا كنا نقدر الإحساس فيمكننا تصنيف الحيوانات حسب درجة تعقيد نظامها العصبي، وإما أن لا نأكل أيا منها أو نستدعي نوعا من القطع
الرخويات مقبولة؟ ماذا عن المحار؟ السمك العادي هل هو جيد؟ ربما ليس ثدييات، نحن ثدييات. الثدييات لديها أدمغة كبيرة وترضع صغارها. ماذا عن الحشرات؟ لقد قيل لي أنها مصدر جيد للبروتين. هل سبق ورأيت واحدة منها تحت المجهر؟ الطاقة المنخفضة ستفعل. مستوى التفاصيل ووظيفة جميع أجزاء الجسم مذهل. نعم لديهم عقول أيضا. المزيد من الأرجل أكثر مما نفعل. يطير الكثير منها أيضا، كما أنها تعرف جيدا كيفية التواصل مع الآخرين من نوعها. علاوة على ذلك، في معظم الأوقات عندما تلقي نظرة خاطفة عليهم فإنهم يذهبون إلى مكان ما بسرعة أو يفعلون شيئا يبدو مهما. بالحديث عن الرخويات، في سبعينيات القرن الماضي اشترت إنغريد نيوكيرك المقيمة في ولاية ماريلاند حلزونات حية في إحدى الأمسيات الهامش 129 عند سماعها مدى سهولة طهيها لتناول العشاء. يتطلب الإعداد الأساسي بعض الثوم والنبيض الأبيض الذي كان في متناولها، ولوهلة لقد حصلت على القواقع. بينما كانت تقود سيارتها إلى المنزل انفتحت الحقيبة الورقية التي كانت تحتوي على الحلزون على مقعد الراكب في سيارتها وكانت مفتوحة للضوء. الحلزون يعاني من ضعف في الرؤية لكن يمكنه رؤية الضوء الذي يجذبها الهامش 130. بعد فترة نظرت إنغريد إلى أسفل ولاحظت أن القواقع قد زحفت إلى حافة الكيس وكانت جميعها على التوالي تنظر إليها بمقل العيون البريئة والحزينة والخرازية فوق زوج من اللوامس المتعرجة على رؤوسها. في تلك اللحظة أوقفت إنغريد السيارة وأطلقت سراحهم مرة أخرى إلى البرية ولم تأكل القواقع مرة أخرى. في عام 1980 شاركت إنغريد نيوكيرك في تأسيس PETA وهي تعني المعنيون بالمعاملة الأخلاقية للحيوانات، وهي أكبر منظمة رعاية للحيوانات في العالم. لذلك على الأقل بالنسبة لبعض الناس الرخويات ليست مقبولة للأكل. لقد رأيت كل أنواع التبريرات لتناول أو عدم تناول فرع من الحيوانات مقابل أنواع أخرى في شجرة الحياة. ضع في اعتبارك أيضا الاحتجاج الضخم ضد صيد السمك التونة التي يتم صيدها بالشبكة، لأن الدولفين وهو حيوان ثديي يتنفس الهواء في بعض الأحيان يعلق في الشبكة ويختنق الهامش 131 لأنه لا يستطيع السباحة مرة أخرى إلى السطح والتقاط أنفاسه. مأساوي بالفعل. أنا شخصيا أبحث عن تفادي أسماك التونة لهذا السبب، وسط فيضا من التعاطف مع الدولفين الميت وجميع جماعات الضغط لإنقاذهم. أين قلقنا الجماعي بشأن التونة النافقة؟ ليس لدينا أي شيء من هذا التعاطف لأنها مخصصة لشريط السوشي أو علب الصفيحة الصغيرة على أرفف السوبر ماركت. تخيل لو أن أحد الأطعمة المعذبة بدأ في تقديم شطائر سلطة الدلافين لعروض الغداء التي يقدمها. من المؤكد أن الاحتجاجات سوف تتجمع في الواجهة، ليس لأن مطعما يقدم شطائر تحتوي على دجاج ميت وديك رومي ميت وخنازير ميتة وماشية ميتة وسمك سلمون ميت ونعم تونة ميتة، ولكن لأنها تقدم الدلافين الميتة. الرغبة في معاملة نوع واحد من الحيوانات بشكل مختلف بأي طريقة تسمى النوعية. المعتقد أن النوع البشري له السيادة فيؤدي لاستغلال الحيوان. فكر في العنصرية أو التحيز الجنسي، ولكن في هذه الحالة أنت متحيز ضد بعض الحيوانات لمجرد بعدها الوراثي عن البشر في شجرة الحياة أو لأن النظر إليها أمر مثير للإشمئزاز. كم عدد محبي الحيوانات الذين ساروا حاملين لافتات تطالب بإنقاذ العلق والبعوض والقراد والديدان الشريطية والقمل
أو ماذا عن دودة غينيا التي يكون مضيفها الأساسي البشر؟ سنراهم جميعا ينقرضون قريبا. لا يكاد أحد يصنع ألعابا من القطيفة لهذه الطفيليات، ومع ذلك فهم جميعا مخلوقات على أرض الله الخضراء يحاولون فقط البقاء على قيد الحياة مثل أي شخص آخر. لا يمكن إلقاء اللوم عليهم لعدم كونهم ثدييات محبوبة بعينين رائعتين وذيل كثيف. بعد هذه الحجة يمكن للمرء أن يختار أن لا يأكل الحيوانات على الإطلاق وأن يعيش الحياة كنباتيا، ولكن عندما تفكر في الأمر فهذا يعني كون هذا الشخص متحيزا ضد الحياة النباتية. على سبيل المثال، ربما تعيش في ضاحية فخمة يمكنك التقاط فأر في الطابق السفلي الخاص بك باستخدام فخ إنساني، ثم تقوم بإعادة تحرير الفأر إلى البرية فتشعر بالرضا لأنك ضد قتل الحيوانات. ومع ذلك فإن ما فعلته هو إضافة إلى صينية الوجبات الخفيفة اللذيذة للبوم والصقور والثعابين والثعالب والحيوانات المفترسة الأخرى من الفقاريات، مما يؤدي عن غير قصد إلى موت مبكر للفأر التعيس. متوسط عمر المتوقع للفأر أكبر بكثير في أن يعيش في دفء وأمان منزلك. الهامش 132. في هذه الأثناء تم بناء منزلك مما يصل إلى 50 شجرة كاملة النمو. الهامش 133. منها عاشت نصف قرن. الهامش 134. تم قطعها وطحنها جميعا لعمل المسامير التي تؤطر منزلك، والعوارض الهيكلية التي تدعمه، والأرضيات الصلبة التي تمشي عليها. هذا ما يعادل 250 طنا مما كان في السابق حياة نباتية منتجة للأكسجين. الهامش 135. يزن الفأر السمين أونصة يعادل 0.028 من الكيلو. في يوم واحد أنتجت كل شجرة ما يصل إلى 15 ضعف كتلة الفأر من الأكسجين الذي يحافظ على الحياة. ما الذي تهتم به الطبيعة أكثر، الفأر أو الشجرة؟ عندما تقطع شجرة ألا تنزف؟ ما هو الشراب الفطيرة فانكيك الأصلي إن لم يكن 30 مرة مركزة من دم شجرة القيقب؟ الهامش 136. عندما تغلف شجرة ألا تختنق؟ عندما تحرم الشجرة من الماء والعناصر الغذائية ألا تذبل وتموت؟ ماذا لو كانت النباتات بلا عقل واعية سرا؟ قد يكون من الصعب تبني هذا المفهوم لأننا متحيزون من قبل شوفينية الدماغ. يواجه علماء الكمبيوتر الحديثون تحديات مماثلة عندما يقومون بتقييم ما إذا كانت الروبوتات التي تمت برمجتها من قبل البشر يمكن أن تكون واعية على الإطلاق. عبر غربلة العلم من العلوم الزائفة في البحث عن وعي النبات، نعلم الآن أن شبكة اتصالات من الإشارات الكهروكيميائية تربط بين الميكروبات والنباتات المنخفضة والحيوانات والأشجار، يزدهر تحت الأقدام في نظام جذر فطري للغابة يسمى الفطريات. الهامش 137. يعتقد الكثير من الناس أنها شبكة شجرية واسعة. تم تشبيه السلوكيات التي تعبر عنها أشكال الحياة المشاركة من قبل علماء النبات إلى حالات عاطفية بشرية مختلفة مثل الألم والفرح والخوف والغضب. كان النظام البيئي لعالم الخيال العلمي الخيالي في فيلم أفاتار 2009 المستوحى جزئيا من هذه الاكتشافات. كوكب خارج المجموعة الشمسية يعج بالحياة النباتية والحيوانية المترابطة التي تشارك المشاعر والأفكار. تشمل الحياة النباتية الواعية الشهيرة في عالم الخيال أشجار التفاح المخيفة في The Wizard of Oz حكيم أوز، الأشجار القديمة والحكيمة والتأملية المسمات أنتس في فيلم سيد الخواتم، وقطعة الأخشاب الطافية المحبوبة بالكاد المتعدمة من بلانت إكس المسمى
غروت والتي اشتهرت من ظهوره في سلسلة أفلام وكتاب Guardians of the Galaxy حماة المجرة الأزلية. كان الكائن الفضائي إيتي اللطيف في فيلم إيتي The Extraterrestrial 1982 طريقة مع الغطاء النباتي. في عدة مناسبات يقوم إيتي بتمديد إصبع السبابة المتوهج وعلاج النباتات المحتضرة بطريقة سحرية، موهبة طبيعية ربما. لدي سلطة جيدة هامش 138 بأن إيتي كان في الواقع ينظر إليه على أنه نبات واع وليس حيوانا. هذه الأمثلة كلها من صنع هوليود. دعونا بدلا من ذلك نجري تجربة فكرية خارج كوكب الأرض. تخيل مجموعة من الفضائيين يأتون للزيارة وهم من الذين يستمدون كل طاقتهم وتغذيتهم من ضوء النجوم والمعادن. ماذا سيكون رأيهم في الحياة على الأرض؟ سيرون أبناء عمومتهم كل ما يميزهم ضوئيا ويسعدون بتنوعهم التصنيفي من البكتيريا الزرقاء المجهرية في البحيرات والبرك إلى أشجار السايكويا القوية في الشمال الغربي الأمريكي والتي تعيش لآلاف السنين. سوف يرون كل أشكال الحياة الأخرى على أنها بربرية ميؤوس منها تقتل كل أنواع الكائنات الحية من أجل بقائها على قيد الحياة. كانوا سيرون البشر كحيوانات مفترسة دعاة دائمين للعنف يقسمون أنفسهم إلى أولئك الذين يقتلون الحيوانات ويأكلونها وأولئك الذين يقتلون النباتات ويأكلونها. حتى عندما نكون مرحين فنحن بربريون. من الخمسينيات حتى التسعينيات نشأ ملايين الأطفال وهم يشاهدون على شاشات التلفزيون المتحدثة من بطنها شيري لويس وهي تتحدث مع دمية جورب رائعة تدعى لام تشوف الذي يعني قطع لحم الضأن. في عام 1993 أدلى لام تشوف بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي حول الضغط من أجل تلفزيون الأطفال عالي الجودة. الهامش 139 لام تشوف قطع لحم الضأن اسم لطيف تماما حتى تفكر فيه لمدة 5 ثوان. الدمية هي خروف، اسم الدمية هو ما يحدث للحمل شاة صغيرة عندما تذبحها وتقطع قفصها الصدري الصغير وتشويها. إذا كان لديك خنزير أليف فهل تسميه هامفون عظم الخنزير؟ إذا كان لديك بقرة أليف فهل تسميها ريب آي الضلع المشذوع؟ الرسالة لا شعورية، لام تشوف لم يكن دمية، كان لام تشوف هو العشاء. على هذا النحو فإن الكائنات الفضائية الزائرة التي تعمل على التمثيل الغذائي للضوء سيكونون غاضبين بشكل خاص على نباتي الأرض لذبحهم إخوانهم من النباتات. ليس ذلك فحسب، فإن آكلي النباتات البشرية يهتمون بشكل خاص بالأعضاء التناسلية للنباتات الزهور والبذور والمكسرات والتوت ويأكلونها مما يعطل دورة حياة النبات. الكثير من الثدييات الآكلة للفاكهة الأخرى تبتهج بمثل هذه الوجبات الخفيفة، وغالبا ما تبتلع البذور الصلبة المغلفة بالكامل والتي تمر بعد ذلك عبر الجهاز الهضمي سالمة من غير أذى. بحلول ذلك الوقت كان الحيوان قد تجول في أماكن جديدة حيث تظهر البذور مدمجة في الأسمدة المجانية. انتشر النبات بشكل غير إرادي في جميع أنحاء الريف من خلال علاقة تكافلية مع الثدييات الجائعة. أليست الطبيعة جميلة؟ ومع ذلك نحن البشر نطحن بذور الفاكهة والتوت إلى عجينة بأضراسنا تلك التي نبتلعها بالكامل. لا تنشر دورة الحياة النبات لأننا بشكل عام لا نتغوط في المروج المفتوحة. لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، يسعى البشر البربريون أيضا إلى الحصول على النسخ الأكثر شبابا من النباتات لحصادها. وإذا لماذا يحتوي ممر الإنتاج في متاجر البقال على عبوات قاتلة للأطفال من براعم الجزر وبراعم السبانخ وبراعم الجرجير وبراعم الخرشوف
وبراعم القرع وبراعم الفاصوليا، والقائمة تطول. حقيقة صريحة عن الوجود البشري. مصادرنا الثلاثة للطاقة: البروتين والكربوهيدرات والدهون، تأتي جميعها من قتل وتناول أشكال أخرى من الحياة في نظامنا البيئي. يمكننا الحصول على بعض المعادن الضرورية مثل الملح من البيئة، لكن لا يمكنك العيش على المعادن. هناك نوعان من الأطعمة يتفوقان على طريقة الحياة التي تقول اقتباس يجب أن أقتلها من أجل البقاء. نهاية الاقتباس: الحليب والعسل، معا الاثنان غنيان بالبروتينات والكربوهيدرات والدهون، ولا يتطلبان موت أي كائن حي لتغذيتك. إذا كنت لا تقوم بعملية التمثيل الغذائي لأشعة الشمس بطريقة أخرى، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على الحليب والعسل سيكون أقل الطرق عنفاً التي يمكن أن تعيشها على الأرض. لاحظ أن الحليب والعسل مستبعدان على وجه التحديد من النظام الغذائي للنباتيين، على أساس أنك تتناول طعاماً مخصصاً للعجول والنحل. أتخيل أن الأبقار والنحل المرضع لا يريدون أن يتم الاستحواذ على غذائهم الثمين، على الرغم من أنهم ربما يمكنهم فقط صنع المزيد منه. على أي حال، تفضل الفلسفة النباتية قتل النباتات لتغذيتك بدلا من سرقة الحليب من البقرة والعسل من النحل. يقول المؤلف: بالنظر إلى وتيرة الابتكارات الغذائية، قد تنتج قريبا مطبخا كاملا من اللحوم المزروعة في المختبر. تبدو هذه البروتينات المزروعة مثل اللحوم وطعمها مثل اللحوم لأنها لحوم. خط الإنتاج ببساطة لا يتطلب منك تربية وقتل أي كائن حي. يمكن غرس هذه المنتجات بالفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية النزرة وحتى النكهات المصممة خصيصا للطهات والتي لا تتطلب توابلا في المنزل. العديد من الشركات التي تحاول ذلك يتم تداولها علنا. الهامش 140. لذا فإن السوق يهيئ نفسه لهذه الصناعة للازدهار. ألقي الحليب والعسل مرة أخرى في هذا المزيج، وإذا عاد النباتيون عبر الانقسام فقد نرى مستقبلا للحضارة حيث لا تقتل النباتات ولا الحيوانات لدعم حياة البشر. بعد ذلك سنكون محميين خلال الزيارة القادمة لزوار الفضاء الغاضبين الذين لا يأكلون النباتات، وزوار الفضاء الغاضبين الذين لا يأكلون اللحوم. بصرف النظر عن كل عمليات القتل التي نقوم بها لبعضنا البعض، قد ينظر إلينا زوار الفضاء على أننا أكثر الأنواع المحبة للطبيعة في المجرة. هناك فرق هزلي آخر حقيقي بين أكل النباتات وأكل الحيوانات. ينشر المنتج التلفزيوني الناجح تشاك لوري الذي اشتهر على الأرجح بالمشاركة في إنشاء المسلسل الكوميدي الناجح The Big Bang Theory، نظرية الانفجار الكبير، ما يسميه بطاقات الغرور في نهاية كل حلقة، يستخدمها للتعبير بإيجاز عن موضوع أو آخر، وتكون مرئية لمدة ثانية أو ثانيتين فقط على الشاشة. إنها تحتوي على نصوص أكثر بكثير مما يمكن قراءته في ذلك الوقت، لذلك يجب على المرء أن يجدها على الإنترنت بعد الاعتذار مقدما لمن قد يثير غضبه. بطاقة لوري رقم 536 يحتوي على الهجوم التالي. الهامش 141. اقتباس: النباتيون والنباتيون الحصريون متعصبون للحركة. إنهم يعتقدون أنه إذا لم يتحرك شكل من أشكال الحياة فهذه طريدة عادلة أن تقتل وتؤكل. هذه الفلسفة البغيضة مبنية على فكرة أن الحركة تساوي الوعي، أو إذا صح التعبير مستوى معين من القداسة. بالطبع عندما تسأل النباتيين والنباتيين الحصريين فإنهم يقولون لا، إنهم يعارضون فقط أكل اللحم، ولكن ما الذي يمكن أن يكون أكثر لحمية من الفطر أو أفوكادو أو الباذنجان الأسود؟ الحقيقة القبيحة أنهم جبناء يقتلون ويأكلون كل ما لا يقدر على الهرب. نهاية الاقتباس. يقول المؤلف: يستمر في القلق
بشأن عمه موري الذي غالبا ما يجلس بلا حراك لساعات أمام التلفزيون مثل الحياة النباتية. نادرا ما يتحرك العم موري، لذلك قد يكتشفه النباتيون ويأكله. أحتاج إلى تذكير القارئ بأن لوري يكتب مسلسلات كوميدية ناجحة، لذلك ينبغي النظر إلى هذا الجزء من السخرية على أنه ترفيه. إنه جيد جدا فيما يفعله إذا كتبت The Big Bang Theory في محرك البحث جوجل، فإن أفضل النتائج هي جميع برنامجه التلفزيوني. يجب عليك التمرير لأسفل صفحة البحث أكثر قبل أن تجد أي مناقشات حول أصل الكون. بصفة عالما ومعلما للفيزياء الفلكية، ما زلت أحاول معرفة ما إذا كان هذا شيئا جيدا أم سيئا. إن قدسية الحياة الحيوانية التي تناولها تشاك لوري بإيجاز باعتبارها مرسوما نباتيا لها جذور عميقة، على الرغم من أن العالم الهولندي كريستيان هيغنز في القرن 17 قد ذهب خطوة أبعد إلى الأمام جميع النباتات والحيوانات معا، وقدم مقارنة إلهية بينها وبين بقية الطبيعة. الهامش 142 اقتباس. أفترض أن لا أحد ينكر، لكن هناك قدرا أكبر من التناقض إلى حد ما أكثر من المعجزة في إنتاج ونمو النباتات والحيوانات مقارنة بأكوام الجماد الميتة، لأن إصبع الله وحكمة العناية الإلهية هي يتجلى فيها بوضوح أكثر من الآخر. نهاية الاقتباس. ربما كان هذا مقدس، ربما في يوم من الأيام ستواجه منظمة فيتا، منظمة حماية الحيوانات، منظمة منافسة باسم PETP، الأشخاص من أجل المعالجة الأخلاقية للنباتات، أو ربما يكون البشر انحرافا غريبا عن النظام الطبيعي للكون. ماذا نحن بالنسبة للدب الأشب أو الدب القطبي؟ هل نحن كائنات واعية قادرة على الفن والفلسفة والعلم والحضارة؟ الجواب هو كلا، نحن لحوم مجانية، كل جزء منا. استحوذ الرسام الكاريكاتير غاري لارسون وحس الفكاهة الذي يتمتع به على هذا ببراعة في قصة كوميدية مصورة يجسد دبا قطبيا جائعا الذي يعض ويفتح حفرة في الجزء العلوي من كوخ الأسكيمو، ويصف الوجبة بحماس لجميله الدب بأنه اقتباس مقرمش من الخارج وقابل للمضغ داخله. نهاية الاقتباس. هل تريد المزيد؟ في قصة قصيرة صدرت عام 1990 لأول مرة في مجلة أومني بعنوان اقتباس إنهم مصنعون من اللحم. نهاية الاقتباس. يجعلك مؤلف الخيال العلمي تيري بيسن تندم على كونك إنسانا مصنوع بالكامل من اللحم، مقتطف من حوارهم البليغ يجسد الدهشة. الهامش 143 اقتباس. إنهم مصنوعون من اللحم. لحم؟ لحم. إنهم مصنوعون من اللحم. لحم؟ ليس هناك شيء في ذلك. اخترنا العديد منهم من أجزاء مختلفة من الكوكب وأخذناهم على متن سفن الاستطلاع الخاصة بنا واستكشفناهم طوال الطريق. إنهم لحوم تماما. هذا مستحيل. ماذا عن إشارات الراديو؟ الرسائل إلى النجوم؟ يستخدمون موجات الراديو للتحدث، لكن الإشارات لا تأتي منهم، تأتي الإشارات من الآلات. إذن من صنع الآلات؟ هذا هو من نريد الاتصال به، هم صنعوا الآلات. هذا ما أحاول إخباركم به. صنعت اللحوم الآلات؟ هذا كلام سخيف. كيف يمكن أن يصنع اللحم آلة؟ أنت تطلب مني أن أؤمن باللحوم الواعية؟ يقول المؤلف يحاول الفضائي الأول فيما بعد أن يصف كيف يتواصل البشر. اقتباس. هل تعلم كيف عندما تصفع أو ترفرف اللحم يصدر ضوضاء؟ يتحدثون عن طريق خفقان لحومهم بعضهم على بعض، يمكنهم حتى الغناء عن طريق رش الهواء من خلال لحومهم. نهاية الاقتباس. يقول المؤلف لتقديم منظور أكثر، ضع في اعتبارك أن جميع الأنواع الكبيرة والصغيرة في شجرة الحياة هي لاعبون معاصرون في النظام البيئي للأرض والبحر والجو
أكبر كائن حي معروف في العالم هو حصيرة مفردة من الفطر تزن 35,000 طن، ما يقرب من ثلثي وزن سفينة التايتانيك. يتربص هذا الفطر العملاق تحت الأرض ويبلغ طوله أميالا في الجبال الزرقاء في ولاية أوريغون. إذا كنت تفضل أسماء مكتوبة بالخط المائل ويصعب لفظها ويصعب جنسها ونوعها فإنها تسمى أرميلاريا أستوياي. يحتل الفطر مملكة الحياة الخاصة به والتي انقسمت عن الحيوانات في التاريخ التطوري في وقت متأخر عن سلفنا المشترك الذي انفصل عن النباتات الخضراء. لذلك فإن البشر والفطر متشابهان وراثيا أكثر مما نحن عليه أو عليه الفطر مع أي شيء ينمو في المملكة النباتية. ربما لهذا السبب نقول عادة أن الفطر طعمه لحمي، وهي صفة لم تقدم أبدا للقرنب. بطريقة أسلافنا البعيدة نحن نعض أنفسنا.